عضو اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في عمالة مقاطعة عين صباحي المحمدي. اليوم احنا في مع جمعية الأمل المغربية للمعاقين. كانت واحد انيشيتيف اللي هي مزيانة ترأسها السيد العامل مقاطعة عين صباحي المحمدي، واللي قمنا بتوزيع واحد العدد من الكراسي والعكاكيز للأطفال والأشخاص اللي عندهم واحد الإعاقة. كذلك درنا واحد الجولة في الأقسام ديال هذه المؤسسة هذه اللي كتعطي واحد عدة مبادرات اللي هي طيبة للأطفال المعاقين في توسكيي برونونسياسيون أمولياسيون ديال البرونونسياسيون أمليوراسيون ديال لا ميتريز ديال لا بوزيسيون دوبو لا بوزيسيون أسيز. وكنظن على أنها مبادرة اللي فريمون أوتيل مهمة واللي كتعود بالنفع على أشخاص اللي عندهم واحد الهشاشه، واللي كنحيي صراحه كنحيي اترافير هاد الانترفونسيون كنحيي هاد الجمعيه جمعيه الامل، وكنحيي رئيس مقاطعه عين سبع والحي المحمدي واكيد امين عماله مقاطعه عين سبع. اكيد هذه تقريبا جوج اسابيع كان تم تدشين دائما في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، تم تدشين واحد المدرسه اونيفو ديال الكارتي ديال الحي المحمدي، مدرسه حتى هي اللي كتلم الأشخاص ذوي الإعاقة المحدودة. وأكيد هناك عدة بلوزيوغ بودجي اي انفلوب بودجيتير اللي كتدعم مبادرات بحال هادو، وصراحة كيحصل لنا الشرف على أننا نكونوا أعضاء في هذه اللجنة هذه، وتكون عندنا واحد المشاركة ويكون عندنا واحد الدور فعال ونأسيستيو ديزاكتيفيتي اللي كيكون عندهم واحد الوقع واحد التغيير اللي حسينا به وشفناه في النظرات وحسينا به في التعامل مع هاد الأطفال ومع العائلات ديال هاد الأطفال وأيضا أشخاص اللي هما مسنين عندهم إعاقة. دونك ما نقدر إلا أنني نتمنى هاد الأكتيفيتي هادي ونشجع الناس اللي هما مترأسين هاد الشيء على أنهم يقدروا منها. طوموبيلة زوينة شكرا. نوح عبد الخالق. نوح عبد الخالق.